معايا عبر الهاتف الآن كابتن معتصم بوشناف، كابتن فريق أبو سليم الليبي. يا كابتن معتصم، بهنيكم النهاردة على الأداء الجيد قدام نادي الزمالك، وبقول لكم هارد لك أيضا على النتيجة. والله أول حاجة السلام عليكم، وشرف بحضرتك كابتن كريم رمزي، ونحييكم اليوم على المباراة. الروح الرياضية كانت، شو بنقول لك، كانت روح رياضية عالية حتى بين الفريق ولا باللعيبة ولا الجماهير. وشو بنقول لك، اليوم كانت مباراة الحق، شو بنقول، كانت مباراة ممكن زي ما تشبح فينا احنا اليوم مركزين هلبة بالذات على الخطوط الخلفية. وشو بنقول، كانت مباراة اليوم يعني صعبت علينا في البداية، لكن زي ما تشبح فريق الزمالك نحترمه. فريق الزمالك كبير وليه اسمه وليه قدره، واليوم احنا حبينا نوروا لفريق الزمالك انه زي ما تقول طالع فريق من ليبيا، زي ما تقول يبي يدير اسم في افريقيا. والحمد لله رب العالمين، نقول الف مبروك لفريق الزمالك. وان شاء الله زي ما تقول اليوم مباراتنا اليوم كان عندنا لاعب اسمه بيتر كان مش موجود معنا، ولو كان موجود معنا ممكن كانت مباراه ممكن فيها زي ما تقول فيها وعليها زي ما نقول احنا المثل بتاعنا في ليبيا. ونشكرك كابتن. طيب كابتن معتصم، انت بعد الهدف الاول الفريق ابو سليم بدا يشتغل هجوميا بشكل افضل، وكان له بعض الهجمات على الزمالك، وفي كره في اصطدمت في العارضه كانت عن طريقك انت تحديدا، كره كانت ممكن تغير نتيجه المباراه. انتوا راضيين في المجمل على نتيجه المباراه على مستوى ادائكم، ولا شايف انه كان ممكن يحصل نتيجه افضل؟ ولا زي ما تسمع زي ما تشوف اول احنا قبلنا الهدف خلاص، بعدين لما قبلنا الهدف اكيد بتطلع وبتهاجم اكيد، لان مش زي لما المباراه كانت 0-0. ولما خش فيها هذا معناه احنا ضروري احنا خلاص اي فريق يعني ضروري بيتقدم، وضروري ان هو زي ما تقول يحاول يجيب الجول. وزي ما تقول لو كان عندنا مثلا ظهر شويه ويا كرة حدود او دخلت الكوره الدقائق الاخيره. كان في معظم اللقطات في المباراه بنشوف احاديث بينكم وبين لاعبي نادي الزمالك، احاديث يبدو فيها الروح الرياضيه العاليه، كنت بتقولوا ايه لبعض؟ يعني ايه من الحوارات اللي كانت بتحصل في الملعب خلت المباراه تطلع بشكل محترم جدا على مستوى الروح الرياضيه زي ما شفنا؟ والله يا كابتن هادي، او اكثر حاجه يعني انا فرحان بها ان هي بلاعبيه الزمالك بروح رياضيه عاليه، حتى كانوا حوارات بيناتنا معناها كلها بقصدي زي ما تقول في قمه الاحترام وفي قمه الاخلاق، وهذا الشيء اللي زي ما تقول نستفيدوا منه حتى احنا الفريق، فهمتها؟ ولا نسكرهم اللاعبين كلهم قصدي كلهم بدون استثناء. شفت النهارده جماهير الزمالك كمان عملت اداء رائع جدا على مستوى التشجيع، وتعاملت ايضا مع فريق ابو سليم من الليبي باحترام شديد. تقول ايه على جماهير نادي الزمالك النهارده؟ والله مش غريب على جمهور الزمالك، هذا ديما يكونوا في الموعد، وان شاء الله انا كابتن فريق ابو سليم انا نحب نهني جمهور الزمالك على الاخلاق التشجيع وعلى اخلاق قصدي احترام الفريق المنافس. الحق نحب الحقيقه من الحقيقه من الحقيقه. مين اكتر لاعبي نادي الزمالك النهارده شعرت بخطورته في الملعب؟ زيزو. ليه شفت ايه من زيزو في الملعب؟ حسيت ان هو لاعب خطير جدا في المباراه. والله كده لاعب زيزو زي ما تقول، شو بنقول لك، كل ما شفت كوره قصدي كده بتحس بخطوره، لكن الحمد لله ان اليوم زيزو ما كان زي ما تقول قصدي مركزين عليه هلبه بالذات في ناحيه اليمين ولا في ناحيه اليسار. والحمد لله رب العالمين، قصدي زيزو كان لاعب جيد، لكن اليوم زي ما تقول مفكرين عليه زي ما تقول ما خليناش زي ما تقول ياخذ راحته في الملعب اكثر. بمناسبه ان انت اعجبت بزيزو في الملعب النهارده، شايف زيزو شبه مين من اللاعبين؟ والله ما بعرف، الاول زيزو لعيب كبير وليه شخصيه الحق ونحترمه كثير يا كابتن كريم. كابتن معتصم بوشناف، كابتن فريق ابو سليم الليبي، انا بشكرك شكرا جزيلا، ومره اخرى بهنيكم على الاداء المحترم والروح الرياضيه اللي ظهرتوا بيها في مباراه اليوم امام الزمالك، وبالتاكيد بقول لك هارد لك على خساره اليوم، واكيد الف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك.